فأهم حاجة عندي الورق والمخرج والحاجة مسلسل ذات إخراج كاملة أبو ذكر وتأليف ليارا نعومي وبطولتي مع النجمة نيلي كريم. عامل محامي مختلف جدا يعني. مشاهدينا بنرحب بالمطربة لارا اسكندر، أهلا بيك. هاي، مساء الخير. مبروك. ثانك يو، الله يبارك. كلمينا عن مشاركتك النهاردة في حفلة دي. النهاردة Best Rising Female Artist الأورد بتاعي، وأنا مبسوطة قوي عشان الأورد ده بيبقى من اختيار الجمهور، فبيوري أنه فعلا الجمهور عمل مجهود عشان يصوت لي وعشان أبقى هنا النهاردة. وكمان مبسوطة أنه أنا بغني إنجليش مش عربي عادة، فجمهور فعلا يعني قدر وشاف المجهود اللي بعمله كبنت مصرية بتحاول يعني تعمل فرق، حاجة يعني different في الميوزك هنا. مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده وخلصت الحفله بكلمات جميله في حب مصر قالها كل النجوم اللي طلعوا واستلموا الجوائز.